نقطة أخيرة قبل ما أطلع لفاصل. النهاردة في اجتماع للجنة الحكام، مش هقول في اتحاد الكورة، في مكان ما، لأن اللجنة دايما بتعقد اجتماعاتها مش كل مرة في مقر الاتحاد في الجبلية، ولكن اللجنة النهاردة عندها اجتماع مع حكام المباريات اللي أداروا لقاءات الأسبوع الأول والأسبوع الثاني. والنهاردة هنقدر نعرف بشكل رسمي هل في حكام بالفعل هيتم إيقافهم خلال الفترة اللي جاية ولا لأ. أنا الفترة اللي فاتت نفيت نفي قاطع فكرة أن صدر قرار بإيقاف أي حكم، وبالفعل تأكد ده بشكل رسمي من خلال مسؤولين في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام، أكدوا لنا أن لسه في اجتماع للجنة مع الحكام اللي أداروا المباريات عقب نهاية مباريات الأسبوع الثاني، ولكن حتى موعد الاجتماع مفيش قرار صدر بإيقاف حكم أو تحويله للتحقيق، أو كما تردد في بعض المواقع وفي بعض البرامج اللي كان ليها أهداف معينة عشان تعمل يعني إيه بروباجندا على بعض الأخطاء التحكيمية اللي بقت متكررة، مش مع نادي واحد، مع نادي واثنين وثلاثة، والنادي الأهلي أكثر الأندية التي تضررت في آخر موسمين، لدرجة إن النادي الوحيد اللي كان بيطالب بتطوير المنظومة، النادي الوحيد اللي كان بيطالب بتطوير منظومة التحكيم والاستعانة بخبير أجنبي كان النادي الأهلي. ليه؟ لأنه على مدار سنتين ثلاثة كانت في أخطاء تحكيمية أثرت على مشوار الفريق في الدوري، بل يعني بطولة من إحدى البطولات، يعني نتائج أو أخطاء التحكيم وجهت البطولة من مكان لمكان آخر بشكل مباشر، والكلام ده اتقال من خبراء تحكيم وقتها. والناس اللي بتحاول تثبت أن الأخطاء التحكيمية في اتجاه نادي واحد دلوقتي، الكلام ده مش صحيح، رغم أن البعض بيحاول يزود شوية من حدة الانتقادات وكأن النادي ده هو الوحيد اللي بيتظلم من التحكيم. بالعكس، النادي الأهلي ياما تضرر من الأخطاء التحكيمية من نفس الحكام اللي بيغلطوا دلوقتي. ولو الناس بتتكلم على فكرة اتحاد الكورة ولجنة الحكام ليه ما عندهاش شفافية وصراحة في مسألة إعلان الأخطاء زي ما حصل في الاتحاد الإنجليزي بالأمس في مباراة ليفربول وتوتنهام، ارجعوا يا جماعة بس سنتين لورا، ارجعوا لسنتين لورا لغاية دلوقتي. لو سألت عصام عبد الفتاح هيقول لك لا، هدف الأهلي فرق تسلل رغم ان الكرة هدف سليم. لو سألت محمود عاشور هيقول لك لا، الهدف تسلل رغم ان الهدف سليم. شوف انا بكلمكم بقالي سنتين على اللعبة دي، كل خبراء التحكيم والصورة بالعين المجردة الهدف سليم، بس كل شوية يقول لك ايه، تعال معايا في الغرفة ونشوف النقاط اتحطت صح ولا غلط، وفي الاخر اتفرج على النتيجة. ايوه، بس انت بتستخدم ادوات اساسا عفى عليها الزمن، فطبيعي الجهاز يهنج منك يطلع لك خطوط غلط. ما ده اللي حصل، بدليل انت دلوقتي بتشتغل بالابديت الجديد لتقنية التسلل، يبقى انت كان عندك مشكلة ودلوقتي انت بتعالجها وبتستخدم تقنية افضل. فبالتالي محدش في مصر هنا في لجنة الحكام بيعترف بالخطأ، بل بالعكس سنتين كاملين قعد عصام عبد الفتاح كل ما يكون في لعبة للاهلي يطلع يشيد بحكم اللقاء، تتحسب ضربة جزاء للاهلي يطلع يقول لك الحكم اخطأ في تقدير ركلة الجزاء، وده حصل مع الحكم الاجنبي في ماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب على استاد السلام، والمباراة انتهت 2-2، كلنا نتذكر المباراة دي، حكم حسب ضربة جزاء للاهلي بس كان حكم اجنبي، فطلع الكابتن عصام قال لك الحكم اخطأ، الكرة دي مش ضربة جزاء، ولو الحكم ده كان مصري كان هيطلع يدافع عنه. فالاهلي تحديدا من اكتر الاندية اللي تعرضت يعني لمغالطات تحكيمية آخر سنتين ثلاثة. دلوقتي اللي بيقولوه هما أكتر الناس اللي كانوا عاملين نفسهم مش واخدين بالهم قبل كده. فالأيام كاشفة في مسألة فكرة التوازن في التناول الإعلامي للأخطاء التحكيمية. احنا فينا كلنا بنتمنى أن التحكيم المصري يكون أفضل شيء، والتحكيم المصري لسه بخير على فكرة، ولكن للأسف بعض الناس اللي بتحاول تشتغل بشكل شخصي هي اللي بتحلل الأمور بشكل غلط، وبالتالي بنشوف الأخطاء بتتكرر، بس وقت ما تكون ليك ما بتدافعش، وقت ما تكون عليك يا سلام بنقعد سنة كاملة بنسمع كلام ما كناش ممكن نتوقع ان احنا نسمعه من بعض الأشخاص اللي بيتكلموا دلوقتي على الأخطاء التحكيمية. كان وقتها الأخطاء واردة، دلوقتي الأخطاء مش واردة، مش عارف والله أقول ايه. ما علينا، عموما النهاردة اجتماع لجنة الحكام، وعلى حسب معلوماتي يعني بعد الاجتماع هيكون في إيقاف لحكمين من حكام مباريات الأسبوع الأول والثاني في الدوري العام. في إيقاف هيعلن أو قد لا يعلن، ولكن أنا معلوماتي إن في اتنين من حكام مباريات الأسبوع الأول والثاني هيتم إيقافهم لمدة 4 أسابيع. عموما هننتظر ونشوف بعد الاجتماع ونشوف تعيينات ال4 أسابيع المقبلة هل موجودين ولا مش موجودين. هيبقى في شفافية لو تم الإعلان،
مش هيبقى فيه شفافيه، واللجنه هتشتغل ان هي بتعاقب كشان داخلي، واحنا هنشوف الماتشات الفتره اللي جايه. عموما ده كل ده هيبان الفتره الجايه، ولكن بدايه الدوري فرصه مهمه بالنسبه لنا عشان نعرف فيتور بيريرا بيشتغل ازاي في ملف التحكيم، الاخطاء هيعالجها ولا لا، الاخطاء هيعلن ان في اخطاء ولا لا. عموما كل الامور دي هنشوفها خلال الفتره اللي جايه.